الأساتذة يقاطعون امتحانات الثلاثي الثاني، الوزارة تتحدث عن مفاوضات جارية، ونقابة ماضية في الإضراب إلى حين تحقيق المطالب. تفكيك شبكة مختصة في تحويل الزيت النباتي المدعم إلى وقود حيوي، وأصابع الاتهام توجه إلى موزعين ومجمعين وأصحاب مصانع للتعليب. سكان المناطق المتضررة من فيضان وادي مجردة يعودون تدريجيا إلى منازلهم، وجهود متواصلة للتخفيف من حجم خسائر الفيضانات. نشرة الثامنة، أهلا بكم. تمسكت نقابة التعليم الثانوي بقرارها تعليق امتحانات الثلاثي الثاني لتستأنف الدروس بشكل عادي في بعض المعاهد والمدارس الإعدادية وتنقطع في أخرى. في المقابل أكدت وزارة التربية تواصل المفاوضات على المستوى الحكومي قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع الطرف النقابي لإنقاذ ما تبقى من الأسبوع المغلق. وبين هذا الطرف وذاك اختلفت مواقف التلاميذ وردة فعلهم على تعليق الامتحانات. هو اليوم الأول من الأسبوع المغلق للامتحانات، الصورة مغايرة، لم تقدم ورقة الامتحان، بل تلاميذ يتابعون دروسهم بصفة عادية، وهناك من خير الوقوف في الساحة. الأساتذة قرروا مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني استجابة لطلب نقابة التعليم الثانوي نتيجة ما وصفوه بعدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية. احنا مشنا قرابه بين الوزاره والنقابه تحدد يعني وقتاش نعملوا دوبارات، لي اون بلوس يقمروا كانوا يعني جامعه سمير بلوكي ويعملوا غريف. قاعدين كي البروفيت ما يقريوش وانا قاعدين نورمالمون معناها يعني رانا قاعدين دوبارات يزيدوا يوخرونا ما نعرفوش نحن باك اكثر واحد ايش نظهروا فيه. نستناو في شنو باش يقولوا لنا هما اسكو نعديو ولا لا. ما قريتش خاطر قالوا لا ما تدخلوش تقرا. باش يكون درس عادي كما الأيامات الأخرى الكل التزاما بما قررته نقابة التعليم الثانوي من إرجاء امتحانات ثلاثي ثاني نظرا للأزمة اللي وصلت لها المفاوضات اللي بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية. باش نقريو طبيعي معناها الكور نتاعنا طبيعي كما متعودين، وإن شاء الله ترجع الامتحانات إن شاء الله يتفقوا إن شاء الله جمعة جاية وإن شاء الله يعديوا الامتحانات نتاعهم إن شاء الله. رغم الاضطراب الذي شهدته بعض المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية على المستوى السير العادي للتدريس، أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي عدم التراجع عن الإضراب حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الإشراف. سنجري هذه الامتحانات وسنبرمج هذه الامتحانات في ظروف طيبة لأبنائنا، ولكن خلال ذلك خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم ستكون دروس عادية دون انقطاع، ولن تثنينا يعني المحاولات والاعتداءات اللي صارت على بعض المؤسسات التربوية وبعض المدرسين. ومن جهتها أعلنت وزارة التربية أن باب التفاوض ما زال قائما، وسيتم تشريك رئاسة الحكومة ووزارة المالية في المفاوضات. احنا ما نجمناش نتفاوضوا فيها اللي هي عندها علاقه بعناصر التاجير، وهنا تتدخل رئاسه الحكومه ووزاره الماليه. ان شاء الله نخلطوا الى وجود حلول في النقاط هذه، ووقتها نجموا نشوفوا انا كيفاش نتداركوا اذا فما يوم او يومين معناها ما تمش فهم انجاز الفروض. في انتظار التوصل الى اتفاق طال انتظاره، تبقى الانظار مشدوده الى حل في الافق. وتبعا لذلك نفذ عدد من تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وقفات احتجاجية أمام مقرات مؤسساتهم التربوية بعدد من مناطق الجمهورية تنديدا بقرار نقابة العامة للتعليم الثانوي عدم إجراء امتحانات الأسبوع المغلق. وعبر التلاميذ خلال هذه الوقفات عن رفضهم لما يجري من تجاذبات وخلافات بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي، معتبرين أن التلميذ هو الضحية وأن الإضراب يؤثر على أدائه الدراسي. من جهتهم طلب أعضاء مجلس القطاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع انعقد اليوم برئاسة الأمين العام حسين العباسي السلطة بالإسراع بفتح تفاوض جدي وتلبية مطالب المدرسين. واستنكر أعضاء المجلس ما اعتبروه حملة تحاك ضد الاتحاد وتمهد إلى ضرب الحق النقابي ومحاولة الالتفاف على الحق في الإضراب، داعين إلى أحكام التنسيق بين الهياكل بما يضمن تمتين الوحدات النقابية وتفرغها لخدمة منظورها.
وبناء على مطلب لأعضاء لجنة شباب وشؤون ثقافية والتربية والبحث العلمي، دعا رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر كلا من وزير التربية ناجي جلول وكاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إلى جلسة حوار مع اللجنة المذكورة. الجلسة المقررة غدا صباحا تهدف وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب إلى إذابة الخلاف بين الطرفين وتعبيد أرضية التوافق. سجلت الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى تخفيضات في أسعار عدد من المنتوجات الغذائية الأساسية ومواد التنظيف، تخفيضات اختلفت نسبها وشملت بعض العلامات التجارية، ومن المنتظر أن تتواصل على مدى شهرين. يجوبون المساحات التجارية، يتفحصون، يقارنون ويحتسبون الأسعار للظفر بمنتوج يشمله التخفيض بعد قرار وزارة التجارة والهياكل المهنية التجارية سن تخفيضات في أسعار عدد من المنتوجات الغذائية الأساسية وفي أسعار بعض مواد التنظيف، تخفيضات تشمل كافة المساحات التجارية بكامل تراب الجمهورية. ما عندهاش تأثير كبير على القفة، كتنق 10% و5% ما تعمل حتى شيء لا للفقير ولا للغني. جيت مثلا باش نشري لمرتي، قالت لي ما عندها 3 ايام، قلت لها خلي حتى تيح الاسوام. توا كي جيت شفت الاسوام تحت خذيت. توا لاحظت ما فماش ديفيرونس كبيرة في الاسوام. ان شاء الله تواصل الانخفاض هذا يتواصل ويرجع كما الاسعار كما كانت قبل. السكر، حليب، هذوما الحاجات اللي غرة الصغار، هذوما الحاجات اللي يلزم فيهم تخفيض، مش حاجات ثانوية. تخفيضات تلقائية اختيارية لا إجبارية بنسب مختلفة تشمل علامات تجارية دون سواها ومنتوجات دون أخرى انخرطت فيها معظم المساحات التجارية. مؤشر الأسعار نحبوا نهبطوا 5%، مؤشر الأسعار ما فيهش كان الخضرة والغلة، فيه زاد مواد أخرى اللي هي تدخل في قفة التنصيب. مشكورين المهنة اللي ما تتمشاو في المبادرة هذه. ونسبة التخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% من الأسعار، وتراوحت من 19 مادة إلى تصل إلى حد 50 مادة، تتكون أغلبها منها قفة المواطن اليومية كيفنا قلت لكم، اللي هي الدجاج والبيض والطن والزيت والمشروبات الغازية والمياه المعدنية. احنا وصلنا لأكثر من 20، وصلنا حتى ل60. فما دي برودوي كيما التن كان 3900 ولا 3200، فما الزيت 3 لترات كان 9100 ولا 8300، فما الدجاج الحي معناتها كان 5990 ولا 4990. بادرة أولى تخفض بمقتضاها أسعار منتوجات غذائية أساسية لمدة 60 يوما فقط، ليطرح السؤال بعدها حول مصير قفة التونسي إثر انقضاء تخفيض مؤقت. أوقعت قوات الأمن الوطني شبكة مختصة في تحويل الزيت النباتي المدعم المفقود في غالب الأحيان في أسواقنا المحلية إلى وقود حيوي موجه للتصدير، والأبحاث متواصلة لتفكيك هذه الشبكة التي تضم موزعين ومجمعين وحتى أصحاب مصانع التعليب. مفقود وغير موجود، كلمة مفتاح في رحلة البحث عن الزيت النباتي المدعم الذي يشهد نقصا حاد. الزيت مفقود برشا، ناقص برشا، تطلب 20-30 صندوق يعطيك 4-5 سنين. أنا جيت نسأل فيه على الزيت، قال لي ما فماش، يعني مش نقومش نفركس عليه الزيت. الزواني ما يجيبش يشري الزيت الغالي، كي نمشيو باش نشريو وما نلقاهوش في الدبوات. الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث والتفتيش بالعوينة تمكنت من فك شفرة لغز اختفاء الزيت المدعم بإلقائها القبض على المتلاعبين بهذه المادة، والذين يتلاعبون بالزيت المدعم على أنه فواضل زيت ليتم تحويله فيما بعد إلى وقود حيوي يباع في الأسواق العالمية. 21 معمل جملة 40 معمل متوطئين في العملية، والريزو هذا منتشر قرابة على 15 ولاية. تبين تورط قرابة 6 من أصحاب المعامل تعليب، فما حوالي 14 صاحب معمل تعليب اللي هم توا بحالة فرار، تمكنا من إلقاء القبض على 4 مجمعين وواحد معناها في حالة فرار. نوع من المادة اللي هي يضيفوها للزيت المدعم باش يبدلوا له الحموضة نتاعو، الأسيديتي نتاعو، باش هكاكا تنجم الشركات المعدة لإنتاج الوقود الحيوي من الزيت هذايا انها تستغله. بالنسبة للزيت هذايا الدعم فيه الدولة الاستهلاك الأسري باش يستهلكوا المواطن، إلا أن العباد هذايا تحاول تستغل
الزيوت هذيا باش تزيد في الثراء نتاعها من خلال اخذ حصص موجهه للمواطن بغايه ترويجها خارج حدود الوطن. تنقلنا الى جهه بلي من ولايه نابل، حيث يتواجد احد مستودعات التخزين. أطنان من الزيت النباتي المحجوز يباع على أنه فضلات تقطير القواريض الفارغة. تدعيم هذه المادة واللي تنهزت عامناه معناها السنة الفارطة في حدود قرابة 200 مليار، وتم الحد احنا على خاطر وزارة التجارة على علم ببعض الممارسات هذية، تم الحد من الحصص هذية وتحديدها من 184 ألف طن سنويا إلى حدود 160 ألف طن، إلا أنه تم الكشف اللي كانوا الممارسات هذية ولا تخذت تبع إجرامي. أطراف متداخلة تتوزع بين مجمعين وموزعين وأصحاب الشركات أفرغوا هذه القواريض ليملأوا جيوبهم من مال الدعم الموجه للمواطن. تعيش صفاقس منذ أيام على وقع فقدان قوارير الغاز المنزلي من الأسواق، ما ألقى بظلاله على حياة المواطن العادي كما الموزع لهذه المادة. البحث عن قارورة غاز منزلي قادته إلى هذا المتجر علّه يظفر بضالته. جبت شخب طبعا عندي أربع أيام بدر الجمعة وشخب توا، معناها عندي توا الجمعة والسبت ولحد الاثنين من غير غاز بدر. واش نعمل؟ والله نتبع الجيران عندنا نسبي. اليوم جاني الغاز، جاني مع 8:30 تقريب، ما قعدوش حتى نص ساعة وفاو. المواطنين عندهم تقريبا يجي ثلاثة أيام من غير غاز، البعض منه بالتوندور نتاعو جابه لي. انفراج على ما يبدو في تزويد السوق بهذه المادة لم يعمر طويلا ليستأنف المواطن رحلة البحث. والله من الأول أني مشيت البلاد، بعدك وصلني هنا، بعدك بديت مشيت للطرم هاك الكبيرة هاك شو اسمها المغادي تاع طريق المطار، مشيت للكياسك قالوا لي ما عنديش، وإحنا قعدنا في الراجة برا. ندوروا من بلاصتك من 11 ولا من 11 وربعة واحنا نلوجوا على الغاز هيك تشوفها وهاو جاي الغاز هاو جاي سافوار وقتاش مش يجي، نجمو نقعدوا درج، نجمو نقعدوا ساعة، نجمو نقعدوا ساعتين، حتى معلومة واضحة ما تاخذهاش. هلكا هذه ما صارت لناش احنا، هي مات الثورة، هي مات الثورة ما وقفناش ما وقفناش وما وفاش الغاز في السفير نتاع قابس. اش مش نقول لك الشوفره تعبت، احنا تعبنا، لي شارج نتاعنا عمال تزيد، فهمتني؟ كاميون يقعد بثلاثة أربع أيام قدام السنتر، الشوفير يقعد بالأربع وعشرين ساعة في وسط كاميون. المواطن في صفاقس لم يكن المتضرر الوحيد من عدم توفر قوارير الغاز المنزلي. عندنا واحد ماخذ كهرباء وعلي زنك وعدنا بالنظر بست ايام سبع ايام ما بيعوش حتى كعبه غاز، منين نجيبوا مصروف؟ مش تخلصوا كان بيالك. جمعه مرتاحين كنا نصور 30 40 دينار، عندنا نصور 10,000 10,000 تصرف منها، مش تصرف ناحي فطورك ومصروف وكل شيء ما تلقى حتى شيء. الاقبال على اقتناء قوارير الغاز المنزلي يتزايد في مثل هذه الفتره من السنه التي تتميز بدرجات حراره منخفضه، ويتعين على الجهات المعنيه ان تعمل على ان لا تتكرر مثل هذه الامور مستقبلا. اليوم انطلق العمل بالزيادة في تعريفات الضمان الإلزامي للسيارات مقابل تخفيض إلزامي على الضمانات الاختيارية. أقرت الهيئة العامة للتأمين الترفيع في تعريفات الضمان الإلزامي لقسط التأمين الخاصة بالمسؤولية المدنية على السيارات بنسبة 10%، وذلك في مقابل التخفيض من طرف شركات التأمين بنسبة 8% على الضمانات الاختيارية للتأمين ضد حوادث الطريق والسرقة. زيادة بنسبة 10%، لكن باش المواطن ما يحسش بالزيادة هذه عملنا بالتوازي وبصفة إلزامية لشركة التأمين باش تخفض بنسبة 8% في تعريفات الضمانات الاختيارية للحريق والسرقة بعقد نتاعو، ولكن تتبع عقد جديد مش باش يحس باش يدفع نفس المعلومة اللي دفعه في السنة السابقة. الأثر هذا باش يكون ما بين تقريبا 8 و16 دينار حسب قوة حسب عدد الخيول بالعرب. وتؤكد الهيئة العامة للتأمين أن الترفيع سيكون بصفة تدريجية في تعريفات التأمين الإلزامي على السيارات على اعتباره واحدا من الإجراءات الهادفة إلى تدارك ما صنف عجزا فنيا وهيكليا، كما تبين أن الترفيع لم يكن مسقطا بل بعد دراسات متخصصة تابعتها لجنة قيادة وصدقت على نتائجها، وكان ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك واحدا من أعضائها. وهذا ما ينفي نائب رئيس المنظمة بالقول إن قرار الترفيع غير قانوني ووفق نسبة مشطة لا تراعي مقدرة شرائية متدهورة وظروفا اقتصادية خارقة. مفاجأة، نحن ما في بناش لا شاركونا، لا نحن عندنا كتابيا معناتها باش يشاركونا كمنظمة الدفاع المستهلك ونتشاوروا
اذا فما زياده معناتها تشاوروا فيها واحد وكل ويثبتونا ويقولوا لنا علاش. نحن تعالى اليوم يقول لك لاسيرونس عندها 150 مليار نقص، واللي هذايا نحن نشكوا فيه منين جات ال 150 مليار هذوما اللي نقص نتاع لاسيرونس. منظمة الدفاع عن المستهلك تجدد الحديث عن مطالبتها بتجميد ظرفي للأسعار خاصة وكاهل المواطن أثقل بمصاريف إضافية ليست منزلة في خانة الكماليات أي السيارة، هذا على اعتبار ما وصف سوء خدمات النقل العمومي. ازدادت وضعية النقل في العاصمة تعقيدا بعد دخول عمال شركة النقل الحضري والجهوي الخاص في إضراب مفتوح على خلفية مطالب اجتماعية ومهنية. إضراب أكد رئيس المدير العام للشركة أنه كبدهم خسائر مادية هامة ما دفعه إلى غلق هذه الشركة إلى أجل غير مسمى. غابت حافلات شركة النقل الحضري والجهوي عن المشهد اليومي لمستعملي وسائل النقل العمومي والخاص، غياب رجعت أسبابه إلى دخول عمال هذه الشركة في إضراب مفتوح. شوفير بتاع كار يهز في 5000 رقبة في النهار في الكار ياخذ في 460 دينار. ال 460 دينار هذه شنو باش تعمل به؟ 90% كلها كارية. البريم راس العام قالنا نعطيهولكم على مرتي. معناها ولينا نستعطاو في متاع ربي نحن تو. فهمتني؟ والبريم صاير فيه محضر جلسة. الرئيس المدير العام لشركة النقل الحضري والجهوي خلال اتصالنا به رفض الإدلاء بأي تصريح واكتفى بالقول بأن قرار الغلق هذا جاء على إثر الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة جراء الإضرابات، وبأن العمل تمكنوا من كل مستحقاتهم. بالنسبة لحقوقنا معطانا حتى حق بالنسبة 2013 و2014 منحة الانتاج للسنة هذية كيف زادة ما فماش. الجلسات الحوارية السابقة التي انعقدت بولاية بن عروس وبمقر التفقدية العامة للشغل لم تصفر عن أي حل. السيد رئيس مدير عام رافض كل معناه مطالبنا، وبرغم أن مدينة يدينا للصلح على أساس وأن يجي نتفاهم ويجي ناخذوا تواريخ باش كما يقولوا فيها نتحاوروا في المفاوضات ونتناقشوا فيما يخص القوانين نتاعنا فيما يخص الستاتي معناها الاتفاقية المشتركة، فهمني رافض كل شيء. إضراب زاد مشاكل المواطنين تعقيدا، مزيد من الاكتظاظ ومزيد من الانتظار. اي بالطبيعه زاد تعطلت حركه المرور، وان بلوس ما عادش نلقاو احنا يعني لا تاكسي عاديه لا تاكسي جماعي ولا كار. جيت ناخذ وراك دواء هاني جاي. ويبقى المواطن في غياب حل توافقي بين الطرفين يدفع فاتوره هذا التازم تاخرا وتعبا وضجرا. شهدت شبكة طرقات بمختلف جهات الجمهورية تدهورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ومن أجل المحافظة على سلامة مستعملي الطريق وتحسين الطرقات خاصة منها الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، تم هذه السنة الترفيع في ميزانية الصيانة لتبلغ 250 مليون دينار لإعادة تعبيد عدد من الطرقات. 19500 كيلومتر هو الطول الجملي لشبكة الطرقات بالجمهورية، منها 15000 كيلومتر معبدة و4000 كيلومتر غير معبدة. شبكة الطرقات شهدت في السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا بفعل عوامل كثيرة وأسباب مختلفة. يعني البقعة هذه هي محل انزلاق الماء بصفة عامة عند كل ونصب المطر، إلا وهناك السيل جارف يهبط هنا. الكياس مكسر من عرفنا تقريبا عنده عامين، أصبح معنا معش ممكن باش نجم تعدوا منه. ما ريت ساعة تجهيز أنا أتصلح خطر نقب شنو تتنقب نقبة متصلحش التجهيز تعود كالنقبة هذه كتولي زوز وثلاثة وينفجر الطريق. ومن أجل صيانة شبكة الطرقات المرقمة ولضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق وحسن توجيههم، تم الترفيع في ميزانية الصيانة لسنة 15 و2000 لتبلغ 250 مليون دينار. ستشمل الصيانة العادية للطرقات والصيانة الدورية وفق تصريحات المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس. صيانة القارعة عن التجهيزات الطرقية مثل زلقات الأمان والحواجز الإسمنتية على محيط الطريق بما فيه المناطق الخضراء وتنظيف محيط الطريق، خاصة رفع الأتربة اللي يقع سكبها على جوانب الطرقات والعناية بالمناطق الخضراء. أما بالنسبة للحفر التي انتشرت ببعض الطرقات فتهيئتها تندرج ضمن برنامج إصلاح القارعة.
سلاح القارعة واللي على المستوى الوطني تقريبا عندنا 370 ألف متر مربع مبرمجة في كامل تراب الجمهورية. احنا عندنا منها الجزء اللي ما نجموش نقيموه لأنه الحفرة ما تعرفش عليها وقتش تتوجد، واحنا يلزمنا ندخلوا فيها حال ظهورها. وزارة التجهيز والتهيئة الترابية اعتمدت هذه السنة محورا نموذجيا سيبدأ العمل به بداية هذا الشهر. السنة عندنا محور نموذجي بطول تقريبا 31 كيلومتر يمتد من المنيهلة معناها من طريق السيارة بنزرت إلى طريق السيارة A1 الحمامات مساكن، وندخلوا حتى وين رادس. إن شاء الله باش نقوموا بالتجربة هذه لصيانة المحور هذايا بصفة مسترسلة ودائمة يوميا طيلة السنة. وإلى غاية تعميم هذه التجربة تبقى مسؤولية المحافظة على الطريق مسؤولية مشتركة بين المواطن ومختلف الهياكل المعنية. جملة من القرارات والمشاريع التنموية أقرها المجلسان الوزاريان اللذين انعقدا تباعا في ولايتي مدنين وتطاوين. المجلسان انعقد بعد زيارات ميدانية إلى الولايتين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على غياب التنمية. قرارات وضعت الحكومة حسب بعض الخبراء الاقتصاديين في معادلة صعبة بين الاستجابة للمطالب التنموية وبين عجز الميزانية على تحقيق ذلك، في حين يعتقد آخرون أن هذه المشاريع هي امتداد لاتفاق سابقة. تهيئة المعبرين الحدوديين بالذهبة وراس جدير، إحداث وحدة للإسمنت بتطاوين، إحداث صندوق للاستثمار والتنمية، تركيز منطقة صناعية بتطاوين ومنطقة لوجستية ببنجردان، بعض من لائحة طويلة من الإجراءات والمشاريع التي اتخذتها الحكومة لفائدة الجنوب التونسي. هذه القرارات اعتبرها بعض الخبراء صعبة التحقيق، لا سيما وأنها جاءت نتيجة احتجاجات المواطنين وليست ضمن استراتيجية تنموية مدروسة. المعادلة صعبة جدا الحقيقة، لأن الأوضاع اللي وصلنا لها اقتصاديا واجتماعيا أوضاع صعبة جدا، والتعامل معها يعني صعب، ولابد من حكومة قوية مسنودة وربما يعني تحاول أنها تستبق الأمور نوعا ما ولا تخضع إلى الضغوطات المشطة. في المقابل أكد البعض الآخر أن الإجراءات الحكومية هي تواصل لاتفاقية سابقة وميزانية تمويلها مرصودة سابقا. رفع خاصة الإتاوة على الليبيين الداخلين إلى تونس، هذا يعني يندرج ضمن احتياج احترام الاتفاقية المغربية السابقة التي أقرت حرية تنقل الأشخاص ورؤوس أموال بين دول المغرب العربي. من ناحية أخرى هناك البنية التحتية، أي الطريق السيارة المعطلة والقطار، لأن هذه هي في حد ذاتها كفيلة بأن تغير وجه الجنوب التونسي وأن تجعل التنقل من وإلى الجنوب التونسي أمر يسير ويجلب إليه الاستثمار والمستثمرين. بين هذه الإجراءات وبين مجالات التحرك الضيق التي تضبطها الميزانية تختلف الآراء. ميزانية الدولة في وضع عجز، وعجز كبير وعجز أيضا متفاقم، وتونس أيضا في وضع تدين أجنبي. الكل يعلم أن التجينا إلى عدة قروضات خارجية وهذه القروضات لم يتم استعمالها كلها في الاستثمار. البند كامل في ميزانية الدولة يسمى المصاريف الغير متوقعة والطارئة، يعني موجود يمكن أو تحويل من بند إلى آخر، هذه مش عملية يعني مستحيلة، يمكن توفير تجهيز المعبرين. رغم الاختلاف في قراءة مدى قابلية تنفيذ هذه الإجراءات، فإن الباحثين في الاقتصاد يجمعون على أن إنقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار يستوجب حلولا استباقية تستجيب لحاجيات الجهات المحرومة مع مراعاة الموازنات المالية للدولة. وللحديث أكثر حول هذه القرارات يحضر معنا في الاستوديو السيد ياسين إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي. سيد الوزير أهلا بكم. إذن ما مدى قابلية تنفيذ هذه المشاريع بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني؟ والله الاقتصاد الوطني معناها في حالة نجم نقوله صعبة، هذه معناها منذ مدة، ولكن فما مشاريع اللي احنا في نطاق استمرارية الدولة كانت موجودة وموجودة في الميزانية. المشكلة هو نسق التنفيذ، وهذا اللي لاحظناه، معناها فما ثقل في نسق التنفيذ. واللي ركزنا عليه في ثلاث أسابيع الأولى في الحكومة سي حبيب السيد هو أنه نسرعوا في النسق. وزيارة الأولى عملتها مع وزير المالية يعني في تطاوين ومدنين، شفنا اللي فما العديد من القرارات اتخذت، ولكن فما مثلا مناطق صناعية ما
كانتش ما كملوش المشاريع على خاطر فما مشكلة صبغة أراضي، فما مشاكل يعني في نطاق نسق التنفيذ، وعملنا مجالس وزارية مصغرة باش نكثروا باش نكبروا في هذا النسق وتخذوا قرارات. ورجعنا للأهالي، وسيد رئيس الحكومة أعلن العديد من القرارات اللي بالحق موجودين في الميزانية ولكن ساعات ما تنفذوش بالسرعة الكافية. باش نرجع للتقرير نتاعك، وأنه مثلا في تطاوين الدولة ما بين 2011 و2014 معناها المشاريع العمومية تكلفة نتاعهم بقرابة 400 مليون دينار، ولكن العموم عمل الكثير. مشينا مثلا زرنا معناها مؤسسه لزيت 1500 تلميذ ما فيها كان 200 تلميذ اليوم، العموم عمل طرقات عمل العديد ومازال باش يزيد يعمل. اللي ناقص مثلا في التطوين اليوم هو الاستثمار الخاص، صارت رخصه كمثل صارت رخصه المعمل اسمنت التوا مازال ما بداش يخدم المستثمر عنده حتى ال 15 مي. ما هي اسباب تعطيل هذه المشاريع؟ والله شوف المشاريع الخاصه تخص الخواص، فما مثلا شركة ألمانية استثمرت في تطاوين وعلى خاطر فما موارد الجبس خاصة في تطاوين وما زالش بزيد تستثمر، وعطينا أكثر من 8 يظهر لي 7 ولا 8 رخص المستثمرين توانسة أخرين وتوا اللي بداوا يستثمروا، احنا تو اللي باش نتابعوه. الاستثمار العمومي يزمو النسق يكبر وقاعد يمشي في اتجاه معين، ان الاستثمار الخاص تو في وزارة التنمية باش تتبعوه أكثر. الخواص اللي ياخذوا رخص يلزمهم ينفذوا المشاريع. علاش؟ شنو مشكلتنا الكبيرة وريناها في تطاوين؟ مشكلة كبيرة ياسر في تطاوين مدنين هو تشغيل الشباب. الشباب باش يخدم يلزم استثمار، الاستثمار باش يصير الدولة عندها مسؤولية ولكن المستثمر الخاص عنده مسؤولية زادة. واليوم اللي ناقص في الجنوب بصفة خاصة هو الاستثمار الخاص، باش نكونوا واضحين مع كل الأطراف على خاطر ماهيش الدولة باش تعمل كل شيء، إمكانيات الدولة حقيقة محدودة، والدولة يلزمها تركز على الصحة والعديد من الإصلاحات في الصحة مطلوبة في التطوين. صارت معناها مناظرة 39 طبيب وحتى طبيب ما جاء باش ينجم يخدم في التطوين، هذا مش ممكن. ولذلك قرر السيد رئيس الحكومة طالب من الجيش باش يعاون يعني القطاع العمومي، الجيش باش يعطي أطباء مختصين باش نجموا نداويو الناس في التطوين. وفما إمكانيات أخرى في العديد من المجالات معناها جيد. هذه المشاريع جيدة، ولكن مش مجرد إجراءات وقرارات، المشاريع متى سيتم تنفيذها؟ كلهم فما البعض منهم موجود يعني في ميزانية الدولة وتم تنفيذه. المدة الزمنية تعلم جيدا سيد الوزير أنه الأهالي في تطاوين وفي بن قردان ومدنين بشكل عام احتجوا لأنه لم يلمسوا أي تغيير في المعيشة طوال السنوات الماضية. متى سيتم؟ ما هي القرارات العاجلة التي سترى النور قريبا؟ شوف كي نقولوا باش نقويوا في نسق التنفيذ، شو معناها نسق التنفيذ؟ عندك مشاريع معطلة على خطر القرار السياسي ما هوش ماشي بالنسق الكافي، هذا قاعد يتبدل وفي 3 أسابيع شفناه وما زلنا بنشوفوا اكثر قرارات موجوده. بعد فما المتابعه نتاعهم، يعني مش خاطر قررنا اليوم في مجلس وزاري مصغر والا سيد رئيس الحكومه اعلن اللي باش يصير، خاطر برشا حاجات ساعات تتقرر مساج النسق يعني باش يصير. هاني نعطيك فما البعض في 2015 لانه يمكن استغرب سنه كان يمكن استغرب فما اللي باش يصير في 2015 وموجود في ميزانيه الدوله في 2015 القرار تم وباش نتابعه باش يصير. وفما اللي يزمو اكثر دراسه كيما مثلا الترين وحتى المدنين، الاهالي طالبين مترين وحتى المدنين من الثمانينات صارت الدراسه، هذايا يلزموا تعميق اليوم في 2015 نعمقوا الدراسه، واذا فما الامكانيه باش نجموا نسعوا في المشروع هذايا. المشروع هذايا باش يصير ترين ويخلد تحب له 5-7 سنوات حتى كان يتم القرار في ميزانيه 2016. هذا الناس الاهالي فاهمه اللي يلزموا وقت اللي يحبوا قرار ويراوا اللي قرار ادرج في وسط الميزانيه. فما مشروع اخر يقولوا عليه وصار في الحكومات القابله كما كليه الطب في الجنوب وغيره، قرار سياسي صار ولكن ما فهموش موجود في الميزانيه، ولهذا ما كملتش الدراسه نتاعو. وسيد وزير الصحه باش نظر له مع السيد وزير التعليم العالي بصفه شامله للجمهوريه كلها، خاطر ما فهمش كان الجنوب في الشمال الغربي زاد فما مطالبه بكليات وغيره، وهذه لازم نظره وطنيه للموضوع. طريقه العمل، فما قائمه من المشاريع والقرارات اللي تلزم تنسيق سياسي، تنسيق بين كل القطاعات والوزارات، هذا صاير في نطاق مجالس وزاريه مصغره والمتابعه بتاعهم باش تصير من قبل وزاره التنميه، وتابعوا سيد رئيس الحكومه ياكد علينا عاود ياكد اللي لازم نسرعوا في المشاريع. فما مشاريع اخرى مثلا صارت مطالبه في تطاوين من المؤسسات البتروليه باش تساهم في التنميه في الجهه، قبلت الوزاره هذوما مع وزاره الصناعه باش يحطوا 15 مليون دينار على مده 3 سنوات لمشاريع، منهم تمويل مشاريع صغرى للاهالي على خاطر فهم برشا ناس يخدموا في شركات بتروليه على خاطر المشاريع تكون في وقت قصير ثم بعد يفقدوا الشغل نتاعهم. هل فما امكانيه لسيماج تسمى؟ هل فما امكانيه باش نجموا خدموهم في مشاريع اخرى حتى بقروض صغرى؟ هذا موجود وتحط. الدوله زادت صندوق تنميه 100 مليون
مليون دينار في مستوى الجمهورية، بعض الملايين دينار في تطاوين، وبعض الآخر باش يكون في مدنين، باش تعاون الخواص بالمشاركة بين الخواص والعموم باش ندفعوا التنمية. ولكن أنا الرسالة الكبرى اللي ريتها في الجهتين ذوما هو أنه ماشي الدولة باش تعمل كل شيء، يلزم أهالي البلاد اللي لباس عليهم والمستثمرين الخواص يعرفوا يستثمروا، وفما موارد ذاتية موجودة في الولايات هذوما يلزم المستثمرين الخواص يدخلوا في الميدان. طيب. وهذا باش نناقشوا فيه إن شاء الله مع اتحاد الصناعة والتجارة. نعم، أختم معك سيد الوزير، بعد الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت عدد من مناطق ولاية جندوبة والخسائر الفادحة خاصة في معتمدية بوسلم، هل من مجلس وزاري قريب لاتخاذ إجراءات بخصوص هذه الجهات؟ أعلن سيد رئيس حكومة اليوم على مجلس وزاري مصغر معناها للموضوع هذا، موضوع الفيضانات، وبصفة شاملة احنا باش نركزوا كأولوية أولى في المئة يوم الأولانيين باش نزوروا كل الولايات، ولكن الولايات الحدودية والولايات اللي عندها بتبيع كوارث من هذا النوع بتبيع الخطولي في الأولوية الأولى باش نبدأوا بيهم، ولكن باش يصير على كل ولايات تونس، وجندوبة مبرمجة إن شاء الله في أواخر هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم. نعم، شكرا لك سيد ياسين إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي على حضوركم معنا في الاستوديو. شكرا، بارك الله فيك. الوضع الاقتصادي في تونس وأقليميا كان اليوم أبرز محاور المحادثات التي جمعت تباعا رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي ورئيس الحكومة لحبيب السيد بمدير إدارة شرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد. خلال لقائه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد الذي كان مرفوقا بمحافظ البنك المركزي، إن تونس قد انتهجت المسلك الملائم وهي قادرة على تحقيق نسبة نمو مرتفعة في السنوات المقبلة. وتناول اللقاء أيضا الوضع الاقتصادي التونسي والأقليمي وآفاق تطورهما. أنا هنا لتأكيد تصميم الصندوق في دعم تونس الذي كان في الفترة الانتقالية السياسية وأيضا الانتقال الاقتصادي، وهذا ما درسته مع رئيس الجمهورية، وقد تبادلنا وجهات النظر حول الرهانات الاقتصادية في المنطقة والعالم وتونس. كما كانت لرئيس الحكومة لحبيب السيد بقصر الحكومة محادثة مع مدير مكتب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، تناولت بحث السبل الكفيلة لمزيد تطوير الاقتصاد التونسي. كما سيكون لمسعود أحمد عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدولة التونسية ورجال الأعمال والاتحاد العام التونسي للشغل. كما تحدث رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج مع الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي، وأفاد الهمامي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد في جوانبه الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. الهمامي أعرب عقب اللقاء عن ارتياحه لإرادة رئيس الجمهورية تشريك مختلف القوى السياسية لتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. بعد تراجع منسوب المياه بوادي مجردة إلى ما دون مستوى الفيضان، تتواصل عمليات شفط المياه والإسراع بعودة الحالة إلى وضعها الطبيعي، فيما يكتنف عدد من الأهالي قلق جراء ما خلفته الفيضانات من دمار على أملاكهم. بخطى متأنية وقلوب تملأها الحيرة، انطلق بعض أهالي حي ديامونتا من مدينة بوسالم لتفقد أحوال منازلهم ومزارعهم التي أتت عليها المياه من كل جانب، فيما اختار البعض الآخر أن يدفع المياه علّه يجد مسلكا يساعده على المرور إلى الضفة الأخرى. بحسرة يروي بعضهم ما دمرته الفيضانات من أملاكهم وأمتعتهم، وبغضب يتحدث آخرون عن بنية مهترئة باتت مصدر قلق كبير لسكان الحي. الدار هذه ناخذ عليها هنا قرض وراشدي قرض، معناها مبلعين في الكريدي بانكي، وزيد الدار هذه تشوف بوشي انسلاسيون تاع دار وشت زيكويت مشت باش مشي كل شيء مشي كل شيء مشي، وزيد اون بليس نحن الدار هذه حتى في الامطار العاديه يدخل لنا المية حتى نحن البلاصه تري باس. المشكله راهي دائمه دوسير دوز، هذه حياتنا اليوميه، خبزنا وعشانا وفطورنا هو فيضانات، هي تسحب هاوجه هي تسحب هاوجه، والمسؤولين جاهلين على طول. عندي منبت ورود زينه وانا ماخذ عليه قروض ومحسوب مشالي مره واحده الكل. حل جذري للوضع يطلب البعض وتعويضات يلتمسه اخرون. حل جذري
نصبر عليك حتى 10 سنين تعويض على الاقل على الاقل لكن مش الكثير القليل. الجهة المختصة وبعد تراجع مستوى المياه بوادي مجردة انطلقت في العمل من أجل التقليص في الأثر السلبي على سكان المناطق المتضررة. من يوم الفرد قاعد معناها المنسوب سواء بمواد مجردة سواء بالأحياء قاعد معناها ينقص تدريجيا. إن شاء الله معناها في الساعات المقبلة أو يوم غد معناها إن شاء الله نقوم بجميع عملية الضخ ومعناها نرجعوا الحالة إلى معناها حالة العادية. نقدموا معناها حسب انخفاض معناها منسوب المياه لأنه مازالت الأحياء معناها المنسوب بتاعها مازال مرتفع نوعا ما. حلول سريعة وأخرى جذرية لبنية تحتية مهترئة هو ما يطالب به أهالي هذه المنطقة التي يعتبر المشهد فيها نموذجا لمشاهد تكررت منذ اجتياح الفيضانات لعدد من مناطق الشمال الغربي وخاصة جندوبة. أعلن مكتب مجلس نواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة بعد ظهر يوم الأربعاء القادم للمصادقة على قوانين ذات صبغة استعجالية منها قوانين كانت محل نقاش اليوم في لجنة المالية والتخطيط والتنمية. 22 مشروعا وضعوا على طاولة لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس من بينها 16 مشروع قرض ومن أهمها قانون إعفاء من الإتاوة على المغادرين من البلاد التونسية بالنسبة لبلدان المغرب العربي ومشروع قرض أوروبي قوانين ذات صبغة استعجالية. طالب سيد رئيس الحكومة أو طلب من مجلس نواب الشعب من رئاسة مجلس نواب الشعب أنه يقع النظر في هذا الأمر قبل 5 مارس وهو ما سيتم إن شاء الله نهار الأربعاء بعد الظهر باش نصادقوا على الاتفاقية هذه وباش نسهلوا العمل الحكومي. الخزينة محتاجة إلى مثل هذه الموارد للصرف على نفقاتها وعلى مشاريعها في التنمية. مشروع اتفاقية القرض بقيمة 300 مليون يورو وبفائض 3% لقي رفض الجبهة الشعبية اعتبارا لشروطه. تتقاطع مع شروط البنك الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وقت اللي يقع محاولة الحذف بصفة كلية للدعم وقت اللي معناها يقع تجميد الأجور الوظيفة العمومية وقت اللي يقع تخفيض التشغيل في الوظيفة العمومية. أضف إلى ذلك ما يخص البنوك اللي هي معناها فما دفع ونية واضحة نحو خوصتها البنوك العمومية الثلاثة الكبيرة. صحيح فما مشكل أنه يشرط علينا أي شرط ولكن كنجيو نشوفه في المضمون نلقاو أنه هي مشاكل إحنا المفروض نعالجها بأنفسنا. مسألة التهرب الضريبي، مسألة صندوق التعويض هذه اللي الناس كل تكلم عليها ما يقولش يلزم النقص من صندوق التعويض ولكن يقول يلزم الأموال اللي في صندوق التعويض تمشي للمحتاجين له. يقول اللي في حاجة للإعانة للدعم يلزم نوصله على الأقل 800 ألف. من جهتها بدأت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمة ذات الصلة بعد المصادقة على مكتبها في دراسة مشروع يقبع بين أركان المجلس منذ سنة ونصف السنة. يهم المنافسة والأسعار من وزارة التجارة والصناعة التقليدية ومشروع ثاني يهم تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من وزارة الفلاحة. هذه المشاريع فيها استعجال نظر. تعددت المشاريع المستعجلة المطروحة على لجان المجلس منها الجديد ومنها ما بقي على الرفوف لأشهر طويلة وقد تعهد المجلس بتسريع الخطى للانتهاء من المصادقة عليها من أجل إنعاش الاقتصاد التونسي. وحول مسألة حسم رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية والمقرر العام للجنة الحقوق والحريات تقرر طرح الملف وحله من خلال التوافق بين كتلتي المعارضة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية الاجتماعية. تقرر منح مزيد من الوقت للكتل المعنية بالأمر الكتلة الجبهة الشعبية وكتلة الكتلة الديمقراطية الاجتماعية خصوصا وأنه معناها لجنة المالية انطلقت في الأشغال متاعها وبالتالي ثمش حاجة ملحة في الحقيقة لحسم مسألة الرئاسة. اللجنة عقدت أشغالها يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد وما زالت معناها تواصل في هالأشغال هذه وتحيل طبعا فيما توصلت إليه للجلسة العامة بالتالي مثلاً أي نوع من أنواع التعطل في أعمال المجلس. وفي الأشغال النيابية أيضا تم تركيز عدد من اللجان القارة التشريعية والمصادقة على مكاتبها في حين أرجئ تركيز لجنة الصحة وشؤون الاجتماعية إلى يوم الأربعاء القادم.
اقتضت المرحلة الحالية ضرورة المرور إلى مشاريع القوانين المستعجلة مباشرة بعد المصادقة على اللجان وتركيزها. قانون مكافحة الإرهاب سيعرض على لجنة التشريع العام بعد عرضه الأربعاء المقبل على مجلس وزاري. باش يقع النظر فيه وإقراره من طرف مجلس وزراء يوم الأربعاء المقبل، وباش تبدأ النظر فيه اللجنة متاع التشريع بداية من يوم الخميس. كذلك مشروع آخر، مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء اللي هو زاد متأكد ويلزمه باش يتم يعني تركيزه قبل آخر شهر أبريل. النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اصطدم ببعض الإشكاليات حينما تم المرور إلى المرحلة التطبيقية لجملة من الفصول الواردة فيه، ما يستدعي إعادة النظر فيه وتعديله من قبل لجنة النظام الداخلي، كما أوكلت لها لجنة الحصانة ولجنة القوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية. مسائل ربما تعد مستعجلة هي مسألة الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس. كما تعرفوا كان المجلس الوطني التأسيسي قبل انضر في مشروع التنظيم الإداري والمالي والمجلس، لكن ما تمررش هذا المشروع. مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ودوره في تكريس مبدأ الشفافية عد من بين مشاريع القوانين ذات الأولوية بالنسبة للجنة الحقوق والحريات. هذه من الأولويات التوانسة في فترة اللي التوانسة اليوم ما طرحين مسألة الشفافية ومسألة المزالة ومسألة حق المواطن لمعرفة كل ما هو يهمه في حياته اليومية وفي حياته المهنية وفي حياته السياسية. هذا ولم يقع الحسم في مقرر لجنة الحقوق والحريات، والذي يكون من المعارضة نظرا لارتباطه بتحديد رئيس لجنة المالية في انتظار حصول توافق داخل المعارضة بخصوصه. وفي صورة عدم التوصل إلى وفاق، فمن المنتظر إحالة هذا الخلاف على لجنة النظام الداخلي للحسم فيه. شهد جبل سمامة عشية اليوم قصفا مدفعيا جويا أمنته وحدات الجيش الوطني، فيما توغلت وحدات مختصة في عمق الجبل لتمشيط المواقع التي تم قصفها في اليومين الأخيرين. مصادر عسكرية أفادت أنه تم العثور على كهوف ومغاورة تحتوي بقايا مواد غذائية وأمتعة تعود إلى العناصر الإرهابية. المصادر ذاتها نفت ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الوطني نتيجة انفجار لغم أرضي. دوليا، قرر مجلس النواب الليبي في جلسة عقدها مساء اليوم رفع تعليق المشاركة في الحوار الليبي الذي ترعاه بعثات الأمم المتحدة للدعم، وذلك بعد اجتماعات مطولة عقدت اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردو لينو. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القادة العسكريين لعمليتي فجر ليبيا وشروق لوقف إطلاق النار والانخراط في الحوار، مشددة على أن التوصل إلى حل سلمي من خلال الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية تسجيل وفيات في حادث انفجار قنبلة تقليدية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، مؤكدا تسجيل 11 إصابة جراء هذا الانفجار من بينهم 7 من رجال الشرطة. وحسب المعاينة الأولية فإن الانفجار وقع نتيجة عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة بداخل عمود حديدي أمام مبنى محكمة النقض بدار القضاء العالي. في الرياضة، سيلاقي الترجي الرياضي التونسي في منتصف الشهر الحالي نادي كوسموس ديبافيا الكاميروني في الدوري 16 لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وفي الإطار الذاتي ينزل نادي الساقسي ضيفا على نادي سيماسي توغولي، وفي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يباري نجم الساحلي نادي بنفيكا الأنغولي، ويواجه النادي الإفريقي نادي دولفين النيجيري. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الأرجنتيني هكتور كوبر مدربا جديدا للمنتخب المصري أكابر خلفا لشوقي غريب المقال من مهامه. وسبق لكوبر خاصة تدريب نادي انتر ميلان وبارما الإيطاليين وفالنسيا وإشبيلية الإسبانيين. نشرتنا انتهت، ونذكركم مشاهدينا بالعناوين. الأساتذة يقاطعون امتحانات الثلاثي الثاني، الوزارة تتحدث عن مفاوضات جارية، والنقابة ماضية في الإضراب إلى حين تحقيق المطالب. تفكيك شبكة مختصة في تحويل الزيت النباتي المدعم إلى وقود حيوي، وأصابع الاتهام توجه إلى موزعين ومجمعين وأصحاب مصانع التعليب.
سكان المناطق المتضررة من فيضان وادي ماجردة يعودون تدريجيا إلى منازلهم وجهود متواصلة للتخفيف من حجم خسائر الفيضانات. دائما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للتلفزة الوطنية info@tunisiatv.tn. نذكر في الختام أن 180 يوما مرت على احتجاز الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا للمتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.